الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. العمارة الرومانية الجزء الثاني. تابعنا في الجزء الأول من هذا المقال بعضا مما قدمته الحضارة الرومانية من ابتكارات على مستوى العمارة السكنية وعمارة المسارح والأعمدة وغيرها من المجالات. أما اليوم فنكمل معكم رحلتنا لنتعرف على المزيد من عمارة هذه الحضارة المميزة وأسهاماتها الفريدة. قنوات نقل المياه. هذه المنشآت ذات الهياكل الضخمة في بعض الأحيان والمكونة من صفوف شاقولية من الأقواس الحجرية، صف واحد أو صفين أو ثلاثة صفوف، والتي تستند على دعامات حجرية وظيفتها نقل المياه العذبة للمراكز الحضرية من مصادر قد تبعد عدة كيلومترات. أول قناة أنشأها الرومان لهذا الغرض هي قناة أكوا أبيا في عام 312 قبل الميلاد. أما أكثر الأمثلة إثارة للإعجاب هي قناة بون دوغار قرب مدينة نيمز الفرنسية عام 14 ميلادي. أنظمة الصرف الصحي. مساهمة أخرى من الرومان للعمارة العالمية وهو نظام الصرف الصحي المسمى كالوكا ماكسيما، بني في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد، وهو عبارة عن قنوات قامت بحمل المياه الملوثة من الحمامات والمراحيض والقصور ومياه الأمطار والنوافير إلى مصبها الأخير في نهر تايبر. تجاهل النظام المبادئ الأساسية للنظافة فقام بنقل مياه الأمطار والمياه المالحة سوية، هذا ما استوجب امتلاك النظام لعدة فتحات على الشوارع، وذلك لتصريف مياه الأمطار مما عرض السكان لروائح سيئة من شبكة الصرف. لكن ما ساعد الرومان على التخفيف من الأثار السلبية للشبكة هي كمية المياه المتسربة إليها والمياه القادمة من قنوات المياه الرئيسية والتي قامت بتنظيف المجاري، بالإضافة للطبيعة الجبلية للمدينة والتي أعطت الشبكة انحدارا أكبر ساعد على تسريع التصريف. الحمامات. توضح لنا هذه الحمامات قدرة الرومان البديعة على خلق مساحات داخلية مميزة باستخدام الأقواس والقباب والقبوات والدعامات. الحمامات الكبيرة منها كانت عبارة عن مجمعات متكاملة بنيت بشكل متناظر حول محور رئيسي، ضمت غرفا باردة ومعتدلة وساخنة ومسابح ونوافير، بالإضافة لمكتبات وتدفئة تحت الأرض وأحيانا عبر الجدران باستخدام الأنابيب الفخارية، كما ضمت غرفا لتغيير الملابس وغرفا للتمارين والساونا. من أشهر هذه الحمامات وأكثرها محافظة على حالتها هي حمامات كاراكلا نسبة للأمبراطور كاراكلا، والذي اكتمل بناؤه عام 216 قبل الميلاد، حيث بني قرب فيا أبيا بقدرة استيعابية تصل لحوالي 1600 مستخدم، وتم تأمين المياه اللازمة عن طريق القناة الجديدة التي أنشأها كاراكلا والمسمات أكوا أنتونينيا. تعرض الحمام لمجموعة من الأضرار بعد الزلزال الذي ضرب شمال إيطاليا عام 2009. البازيليكا. استخدمت من قبل الرومان كقاعة للاجتماعات الكبيرة وكمكان لانعقاد المحاكم لتستخدم لاحقا ككنائس، وهي عبارة عن قاعة طويلة سقفها محمول بواسطة مجموعة من الأعمدة التي تخلق صحنا مركزيا محاطا بأجنحة على الجوانب. أضيف إليها لاحقا محراب في نهايتها. أحلى النماذج النمطية هي سيفيران باسيليكا في ليبكس ماجنا في ليبيا عام 216 ميلادية. عمود تراجان. صممه المعماري أبولودولوس الدمشقي في عام 113 قبل الميلاد احتفالا بمآثر الإمبراطور تراجان القتالية، ليوضع في ميدان تراجان في روما، وما زال سليما ليومنا هذا، حيث يصل ارتفاعه لـ30 مترا محمولا على قاعدة بارتفاع 6 أمتار تضم غرفة تحتوي على جرتين تحفظان رمادة تراجان وزوجته. يوجد داخل العمود درج يؤدي إلى شرفة بالأعلى، كما توضع تمثال برونزي لتراجان في القمة، لكنه استبدل في القرن السادس عشر ميلادي بتمثال للقديس بطرس. يحاط العمود بدوامة دائرية منقوشة تلتف حوله 23 مرة، تعرض مشاهدا لحملات تراجان القتالية بتفاصيل معقدة ومزدحمة جدا. أشهر المعماريين. كان ينسب الفضل في البناء في المجتمع الروماني للشخص الذي يقترح ويمول فكرة المبنى أكثر من المعماري الذي يصممه، والذي يبقى عادة مجهولا. أما المعماريين الذين صمموا مباني للإمبراطور فكانوا عادة أكثر شهرة. أبولودورس الدمشقي معماري الإمبراطور تراجان المفضل،
والذي صمم عمود تراجان الشهير وميدان تراجان، وهو السوق التجاري والمحور الاقتصادي والديني والسياسي لروما، بالإضافة لتصميمه عددا من الجسور والحمامات ومبان أخرى. فيتروفيوس، أكثر المعماريين الرومان شهرة بسبب مؤلفاته المعمارية 10 كتب عن العمارة، إلا أن معظم أعماله بقيت مجهولة. وفقا لفيتروفيوس، يجب على المعماري عند تصميمه للمباني أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل المتانة والوظيفة والجمال، كما يجب على المعماري الروماني أن يلم بجميع جوانب العمارة وأساليب الإنشاء وأن يقدم المشورة لمن يريد أن يصبح معماريا. زودتنا العمارة الرومانية بهياكل إنشائية عظيمة وقفت أمام اختبار الزمن من خلال الجمع بين مجموعة كبيرة من المواد مع تصاميم جريئة وبتقنيات هندسية اعتمدت على فهم قوانين الفيزياء لتنتج مبان بدت كالتحف الفنية. أصبحت العمارة أداة يظهر الرومان من خلالها تفوقهم الثقافي وقوة امبراطوريتهم وغناها، فالابتكارات الرومانية كالخرسانة والطوب والأقواس والمسارح والبازيليكا التي ما زالت تؤثر على العمارة العالمية حتى يومنا هذا.